مولد النور محمد، موعد البشرى تجدد، وصداه العذب فينا مترع المعنى تردد. طاب من صلى عليه واقتدى فيه ليسعد. حيا الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من بيت القصيد، والتي رأينا بأن تكون مخصصة للحديث في باب المديح النبوي شعرا ومواقف ولطائف تستحق الوقوف عندها كثيرا. مشاهدينا الكرام، لذكرى المولد النبوي حضور عظيم في وجدان أمة خير البرية صلى الله عليه وسلم، وتباركا به وتجديدا لعهد الاقتداء بسيرته وسنته العطرة. من أجل كل هذا يسعدنا أن تكون هذه الحلقة مخصصة للمديح النبوي. مشاهدينا، معنا في الاستوديو الشاعر السوري الدكتور أنس دغيم. أهلا بك مجددا في بيت القصيد. تحياتي أستاذ مصطفى. حيا الله دكتور أنس. في البداية دكتور أنس، هذه الحلقة ستكون في سياقاتها مختلفة عما سبق، فهي مخصصة للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم وكما توافقنا على ذلك. لنتحدث في بدء هذه الحلقة عن الكرامة التي ينالها الشعراء الذين يعني يكتبون في حب المصطفى عليه الصلاة والسلام. قولك في هؤلاء الشعراء والحظوة التي استطاعوا أن يحققوها وينالوها، تفضل. طبعا الكتابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كالكتابة عن غيره أو في غيره، فهو رسول الله أولا وأخيرا، وهو خاتم الأنبياء، وهو الرمز، وهو القدوة. لذلك الدخول إلى حضرة الكتابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تستوجب مستلزمات واستحقاقات للكاتب، وفي ذلك يرى الكاتب نفسه أنه مكرم عندما يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشرنا إلى هذا في غير موضع، أن الذين كتبوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا ذلك انتسابا إلى هذا الإنسان العظيم. يعني ليست مجرد كتابة عن شخص ما، عن شخص عابر، عن شخصية تاريخية، عن رمز لأمة وإن اختلفت هذه الأمة، ولكن الكتابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو انتساب إلى الإنسانية، الإنسانية بلفظها ومعناها العام. لذلك كل الذين جاءوا ومدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا عن انتسابهم هذا. حتى مثلا إن محمد إقبال رحمه الله كان يقول في بعض أبياته: أنا أعجمي الدني أي الكأس، وهو من الهند محمد إقبال. كان يقول: أنا أعجمي الدني لكن خمرتي صنع الحجاز وكرمها الفيناني، إن كان لي نغم الهنود ولحنهم لكن هذا الصوت من عدناني. الله. فهو يريد أن ينتسب إلى هذا الإنسان العظيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من أولئك الذين كتبوا عن رسول الله، حتى أن هناك أبيات ترجمت لشاعر إنجليزي، والترجمة كانت: يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك في حق ومكرمة وقد علوت على ظني وتقديري. ثم أشرت في غير موضع أيضا إلى أن الذين كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموعهم، يعني كل من كتب عن رسول الله قدم بين يدي كتابته اعتذارا. جميل، صحيح. أن كلماته هذه لن توفيه، لن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه. فما من أحد كتب عن رسول الله إلا قدم إذا قرأت قصيدته إلا ووجدت التماسا لمعذرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هناك تقصير، وسيكون هذا التقصير لا شك. فأنت تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن كل مادح في الدنيا وجد أنه أحرز يدا عند ممدوحه إلا مادح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يرى في نفسه تقصيرا ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو نظرة تسقي وتروي أيامه وعطشه وشوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، ما أجمل هذا التحليل يعني العظيم الذي يتماهى مع روعة هؤلاء الشعراء. أستاذ أنس، يعني هذا فيما يتعلق بباب القول والوفاء من الشعراء،
إلى شخص سيد المرسلين وخاتمهم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا عن الشعر كباكورة لهذه الحلقة من بيت القصيد أو افتتاحية قبل أن نذهب إلى أسئلة أخرى؟ لك أن تقرأ ما تحب، إما مما كتب الدكتور أنس دغيم أو إما مما تحفظ لشعراء ينبغي أن نذكر بعض أبيات من قصائدهم في مثل هذا المقام. أقرأ ثنائيات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. ما أخطأ الشعر، هذا ذنب أشواقي، فأترع الكاس صفحا أيها الساقي. أنت الغمام وقلبي نصف زنبقة، فهات ماءك حتى ينبت الباقي. عظيم، جميل جدا. وطف علي بطيف منك يأخذني للا مكان، فلا آسى ولا أحزن، ودارني بلحاظ منك حالمة، يا صبغة الله في قلبي ومن أحسن. أنت الربيع وهذا الكوثر الجاري، من نور هديك لام وحي أشعاري. الله. براعم الوجد في عودي على أمل، فحل لي يا نسيم الفجر أزراري. لقد أقمت على باب الندى زمنا، وكنت أعلم أن الباب لا يكسر. الله. فأذن لعبدك إن البعد يقتله على مسافة شعر منك أو أكثر. فأذن لعبدك إن البعد يقتله على مسافة شعر منك أو أكثر. الله الله. رأيت قبتك الخضراء فانفجرت عين من الشوق لم أعرف لها وصفا. مجددا. رأيت قبتك الخضراء فانفجرت عين من الشوق لم أعرف لها وصفا. قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم جعلت روحي لنعل المصطفى وقفا. الله الله. لقد ختمت على قلبي فغاب كما ترى، وذوبه المعنى فلم يظهر. روحي قصيدة شعر ما لها وطن، رمى بها الحب بين القبر والمنبر. حيث الأماني وحيث الظل متصل، والنور يترك في الأحداق ألوانا. ما كنت أعرف للصحراء مملكة حتى أتيت فصار الرمل إيوانا. الله. أشر إلي بأني قد قبلت، وقد سودت أكثر مما سودوا صحفا. حسبي إذا كلماتي قد ذهبن سدى، أني أحبك يا خير الورى وكفى. ولا نقول لمثل هذا الجمال كفى، لكنك أحسنت وصفا، أحسنت إلقاء، دائما تذهلنا للأمانة يا دكتور أنس بجميل ما تنتقي من عبارات بوصف الحبيب عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك. يعني ربما تزدحم مواقف الشعر والشعراء، لكن ليتك تضعنا الآن أمام مواقف لابد من ذكرها للشعراء ارتقوا بمدحه صلى الله عليه وسلم. طبعا من بداية مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، توافد الشعراء وتقاطروا على وإلى مديحه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. حتى الأعشى الذي لم يسلم، الأعشى كان في طريقه إلى مكة، سمع أن رسولا قد أرسل، أن محمد رسول الله قد أرسل. نعم. ذهب إلى مكة، في الطريق لقيه أحدهم فقال له إن محمدا يحرم الزنا. قال نعم ما فعل، والله ليس لها في نفسي أرب، أو ليس في نفسي لها أرب. قال له ولكنه يحرم الخمر. قال أما والله إن لهذه في النفس شيئا، أرجع من عامي هذا فأتروى من الخمر ثم أرجع من قابل إلى محمد فأسلم. طبعا رجع ومات، يعني هو لم يسلم، ولكن قال ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة، وعافك ما عاف السليم المسهدة، إلى أن يقول عن ناقته وآليت لا أرثي لها من كلالة، فهو يغذ السير ليصل إلى محمد. نعم. فيقول إنني نويت أن لا أريح هذه الناقة حتى تصل بي إلى مكة، وآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى تزور محمد. الله الله. متى ما تنيخي عند باب ابن هاشم
تريحي وتلقي من فواضله يدا، نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. هذا الأعشى، فما بالك بالشعراء الذين أسلموا مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه. وهو الذي عرف فيما بعد بشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنأتي على ذكر سيرة حسان بن ثابت الشعرية رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. ليتك تذكر لنا شاعرا آخر مثلا. أضرب لك مثالا الشاعر القروي أو القروي رشيد سليم الخوري. وهو شاعر مسيحي. صحيح. عندما دعي لإحياء أو لحضور حفل بمناسبة ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم في المهجر، ذهب إلى هذا الحفل وألقى كلمة مما جاء فيها من شعرها: عيد البرية، عيد المولد النبوي. رغم أنه مسيحي. نعم، القروي مسيحي رشيد سليم الخوري. عيد البرية، عيد المولد النبوي، في المشرقين له والمغربين دوي. يا إلهي، يا فاتح الأرض ميدانا لقوته، صارت بلادك ميدانا لكل قوي. إذا ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي. إذا ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي. قال هذا في حب محمد صلى الله عليه وسلم وهو مسيحي. الفطرة كانت نقية في ذلك الزمان على ما يبدو. والأمثلة كثيرة. كعب بن زهير رضي الله عنه و شعراء آخرون ربما نأتي على ذكرهم بإذن الله. سواد بن قارب كيف أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد الكهان. وعبد الله بن الزبعرة السهمي الذي فر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أهدر دمه لما كان منه من صد عن سبيل الله وهجاء لرسول الله وعرض رسول الله. يا الله. فعندما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فر عبد الله بن الزبعرة إلى نجران فلحقته قوافي حسان. يا إلهي. وكان يقول له: لا تعدم الرجلا أحلك بغضه نجران، في عيش أخذ لئيمي، غضب الإله على الزبعرة وابنه وعذاب سوء في الحياة مقيمي. فقام وقعد وقلب الأمر وأراد الله به الخير، فجاء إلى رسول الله وأسلم بين يدي النبي وقال لرسول الله كلمات ما أجملها. قال له: منع الرقاد بلابل وهمومه، والليل معتلج الرواق بهيم. الله. مما أتاني أن أحمد لامني فيه فبت كأنني محموم. يا إلهي، ما هذه الروعة. يعني التصور، يعني لا يحتمل عتب الرسول صلى الله عليه وسلم. يا الله. مما أتاني أن أحمد لامني فيه فبت كأنني محموم، يا خير من حملت على أوصالها عيرانة سرح اليدين غشوم. إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم، وأمد أسباب الردى ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشؤوم. أيام تأمرني بأغوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم، فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم. فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم. أي والله. فاغفر فدا لك والدي كلاهما زللي، فإنك راحم مرحوم. الله الله الله، جدا مؤثرة هذه الأمة. أما عن سواد بن قارب رضي الله عنه، هو أحد الكهان، وكان يقال أنه كان يأتي له رأيه من الجن فيقول له أن نبيا من العرب قد بعث فاذهب إليه، ويتجاهله سواد بن قارب إلى أن أراد الله به خيرا وشرح صدره للإسلام وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه. كذلك ماذا قال لرسول الله؟ قال: أتاني رأيي بعد يوم وهجعة، أتاني رأيي بعد يوم وهجعة، ولم يك فيما قد بلوت بكاذبي 3 ليال، قوله كل ليلة أتاك رسولا من لؤي بن غالب. الله الله. فشمرت عن ساق الإزار ووسطت بي الدعلب الوجناء بين السباسب، ووسطت بي الدعلب الوجناء بين السباسب. عظيمة هذه الأبيات بفكرتها ومضمونها ومدليلها. قد نستذكر إن شاء الله. فشمرت عن ساق الإزار ووسطت بي الدعلب الوجناء بين السباسب، فأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب،
الله. وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب، فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد ابن قاربي. يا سلام. نعم. يا سلام. قبل الإكمال بهذه النماذج المشرفة حقيقة لكبار الشعراء الذين عاصروه صلى الله عليه وسلم، والشعراء اللاحقين الذين كتبوا وقدموا يعني اعتذاراتهم بقصائدهم المطولة بين يدي رسول الله، قبل كل هذا لابد وقصيدة من قصائد الدكتور أنس إدغيم الآن في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا ستقرأ علينا؟ لك أن تقرأ ما تحب، ولكننا نريدها قصيدة جديدة تخصنا بها، وربما تكون يعني من القصائد التي لم تعرض قبل ذلك في حلقات تلفزيونية. أقرأ درويش على باب السلام. تفضل. لك الفجر للمستهزئين الهوازع، ولمنك يا ابن الأكرمين المطالع، ولي نقر عصفور على غير موعد مع الحب، لكن بيدر الحب خادع على ريشه الفضي موال حنطة، وحرف كثير الحب حرف مبايع، أنا ذلك العصفور. يا الله. طير ريشه إلى بابك العالي هوى لا يدافع، أتيتك من تلقاء أمسي وحاضري ثقيل الخطى، فالخطو عاص وطائع، حملت على عكازة الشوق لهفتي، وقلبا صغيرا قد أبته المراضع، فما كل من زارت حمانا حليمة، ولا كل من يصغي لشكواي سامع. فما كل من زارت حمانا حليمة. فما كل من زارت حمانا حليمة، ولا كل من يصغي لشكواي سامع. الله. يضيق علي الشعر صوتا وصورة، فآتيك من ضيقي لأنك شاسع. يضيق علي الشعر صوتا وصورة، فآتيك من ضيقي لأنك شاسع. أترجم قلبي مرتين وأربعا، وتلغو فأمحو ثم تلغو الأصابع، ويا ما أسر القلب وجدا، وما درى إذا كنت من يهوى فالسر الذائع. يا سلام. أحمل ظهري ما أطيق من الهوى وما لا، فما عندي وعندي مواجع، وحيد على باب السلام، وواحد وأكثر مني، إنني بك واسع. يا الله. أقدم رجلا ثم أرجع أختها، أنا يا أبا الزهراء آت وراجع. أقدم رجلا ثم أرجع أختها. أنا يا أبا الزهراء آت وراجع. الله. فأمشي ولا أمشي، وصلت ولم أصل، كأني وما غيري هنا أتدافع، أمامك مكسورا وأحمل قامتي، فلا أنا محمول ولا أنا واقع. وجدت هنا نفسي لأني أضعتها زمانا بعيدا عنك، فالكل ضائع، كأني هنا كعب وبانت سعاده، وما بان عني طيفك المتتابع. يا الله. فيا ابن التي كان القديد إدامها، وتشرب من كفيه تروى طلائع، وقالوا نبي ثم يخصف نعله، وسيد أخلاق الرجال التواضع، وقالوا يتيم قلت والحسن هكذا، وقالوا فقير قلت لله بائع، لقد حمل الدنيا على كف قلبه، وصارع كي نحيا الذي لا يصارع، يعاتبني في الحب من لم يبت له على أرق أو هيجته السواجع، وإن أقل الحب جفن مسهد، وقلب على جمر الغضا، ومدامع، لأنك في قلبي نبي وجنة، فحرفي محراب
ونصي جامع. الله الله الله. أحبك يا خبز الدراويش. أحبك يا خبز الدراويش. أحبك يا خبز الدراويش. إذ أنا على الباب درويش وإذ أنا جائع. أحبك يا خبز الدراويش. إذ أنا على الباب درويش وإذ أنا جائع. لقد قيل لي عنك الكثير وقيل لي وأرجى الذي قد قيل أنك شافع. الله. رزقت من الشعر الجميل عرائسا بمدحك، يا حظ الذي لا ينازع، فأروع شعر قيل شعر رضيته، فإن ترضى عن شعري فكم أنا رائع. وصلى الله على سيدنا. والله كم أنت رائع فعلا دكتور أنس، يعني لا أجد بعد هذا النص إلا أن أقول الويل، كل الويل لمن لا يعجبه مثل هذا القول وهذا النزف الصادق الشعور في حب خير البرية عليه الصلاة وأتم التسليم. الآن عودة لنقف قليلا مع حسان بن ثابت رضي الله عنه، وهو شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وربما الوحيد الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أهجهم وروح القدس معك، أهجهم فداك أبي وأمي. نعم. تفضل. هذه اختص بها حسان. نعم. رضي الله عنه، حتى أنه في مرة انتهاج المسلمون والمشركون، فرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن رواحة أن يترك الأمر لحسان، كما وطلب من كعب بن زهير أن يترك الأمر لحسان بن ثابت. نعم. فهو أقدر على هذا الأمر. حسان بن ثابت هناك موافقات أيضا في شعره مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قصيدته المعروفة عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. نعم. وكداء موضع أعلى مكة، وهذه القصيدة قالها قبل الفتح، فعندما جاء فتح مكة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كداء من أعلى مكة تصديقا لقول الله حسان بن ثابت. الله ما أجمل هذا الوفاء. نعم. وعندما دخل أيضا، وهذه القصيدة المشهورة التي يقول فيها أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، وهو أنصف بيت قالته العرب كما يقال. هذا الكلام موجه كان إلى أبي سفيان، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. الله. إلى أن يقول تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فعندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد النساء يلطمن وجوه الخيل بخمرهن، فقال رسول الله لأبي بكر: يا أبا بكر ماذا قال حسان؟ قال: تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. يا الله. وهو مصدوق قول حسان بن ثابت رضي الله عنه. حسان بن ثابت له موقف رائع جدا، يقال عندما أمره رسول الله أن لا يقوم له ثم جاء رسول الله فقام له حسان. نعم. فقال له يعني بمعنى أمرتك أن لا تقوم، قال: قيامي للحبيب علي فرض وترك الفرض ما لا يستقيم. الله. أكان الله. لمن له عقل ولب يرى هذا الجلال ولا يقوم؟ لا والله. نعم. أبدع بهذا القول وأبدعت بهذا النقل وهذا يعني الاستشهاد في مثل هذه اللحظات. أبو معاوية، دعنا نذهب الآن يعني إلى حديث من نوع آخر، يعني إذا ما ذكر الحديث النبوي أو الحديث في موضوع المديح النبوي حتما تذكر فكرة البردة. نحن نعرف أن البردة هي التي يعني منحها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن زهير، ومن ثم جاءت بردة البوصيري وهكذا دواليك وصولا إلى أحمد شوقي، وكثيرون يعني يطلقون على قصائدهم في حب النبي صلى الله عليه وسلم لفظ البردة. لكن هل من عوامل مشتركة بين البردات الثلاثة لكعب بن زهير مثلا والبوصيري وأحمد شوقي، هل وجد عناصر مشتركة بين هذه الثلاث؟ طبعا العناصر المشتركة بين بردتي البوصيري ونهج البردة إذا صح التعبير، وليست البردة لأحمد شوقي. نعم. أكثر بكثير من العوامل يعني الأبيات المشتركة أو الصور المشتركة مع البردة الحقيقية والتي هي لكعب بن زهير، وذلك لسبب أن بردة البوصيري
ونهج البردة لأحمد شوقي يعني قصيدتان طويلتان. نعم. فمواطن الالتقاء يعني متاحة أكثر. ولكن كعب بن زهير قصيدته من نوع آخر، حتى إن القافية والروية يعني كما تعلم أستاذ مصطفى يختلف. نعم. فكعب بن زهير عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يحمل هذه القصيدة يعني كدليل على حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمها بين يدي رسول الله، فلن يتاح له تلك الصور إلى ما هنالك وأن يستطرد في، فمدح المهاجرين فيها ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها لطيفة أشرت إليها في غير موضع، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دم كعب بن زهير. نعم. كذلك لما كان له من منه من هجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ كعب بن زهير يتوسط ويرسل الشفعاء، أو يعني يستشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشفع له أحد. فركب ناقته وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنفسه، ونزل في المسجد، قالوا له رسول الله في المسجد، فنزل في المسجد وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشده بردته. ولكن اللطيفة أين؟ هي هذا الأدب النبوي العظيم. كعب بن زهير يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدور الدم، ويبدأ ببانة سعاد، غزل يتغزل بانة سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول، إلى أن يأتي على الغزل بمحبوبته. ثم يبدأ بالناقة، وصف ناقته التي جاء راكبا عليها إلى رسول الله، غراء فرعاء، ورسول الله نعم هيفاء مقبلة، مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. إلى أين؟ إلى البيت 30 وبيتين أيضا، حتى دخل في صلب الموضوع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطع عليه كلامه، ولم يحول عنه وجهه، ولا أشعره بملل ولا سآمة. فأي أدب نبوي عظيم هذا الذي لا يؤتاه إلا نبي عظيم على خلق كريم. إلى أن قال يسعى الوشاة بجنبيها، أي عندما وصل إلى رسول الله صار يسعى الوشاة بجنبيها، وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. الله. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. الله الله الله. لا تأخذني بأقوال الوشاة، وقد كثرت وقد أو زادت في الأقاويل. قصيدة من أروع ما قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تحمل من بادئة. نعم. من واحد مهدور الدم، توبة واعتذار بين يدي رسول نعم. الله. أما قصيدة البوصيري والتي يقال أن لها اسما آخر وهو البرأة. البرأة. نعم. فيقال أن رسول الله جاءه في المنام وخلع عليه بردته فبرأ من مرضه، وقد كان أصيب بالفالج، فسماها نعم. البرأة. فسماها البرأة. ومنهم من يقال إنها البردة، يعني دلالة إلى البردة التي خلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أما عندما يراد بالبردة الحقيقية فهي قصيدة كعب بن زهير، لأنه أعقبها رسول الله بخلعه للبردة وألبسها لكعب بن زهير. يا الله. فأماكن الالتقاء بين البوصيرة وأحمد شوقي كثيرة جدا، فكلاهما أيضا بدأ بنوع من الغزل والنسيب. أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، يقول أحمد شوقي ريب على القاع بين الباني والعلمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي، لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. الله الله. يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي. يا الله. يا لائمي في الهوى العذري، معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي. والله قصيدة عظيمة يا دكتور. نعم. انظر إلى الالتقاء، يعني مواطن الالتقاء كثيرة جدا.
يقول البوصيري: فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أولى الناس بالذمم. الله. يقول أحمد شوقي: يا أحمد الخير لي جاهم بتسميتي، وكيف لا يتسامى بالرسول سمي. سبحان الله. نعم. وقوع الحافر على الحافر. نعم. وهذا توارد خواطر عجيب. نعم. وهذا تصديق لأبيات أحمد شوقي التي أشار فيها إلى أن معارضته للبوصيري هي ليست معارضة الند للند، وإنما هو غبطة أشار إلى ذلك. يقول فيها: المادحون وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيحاء في القدم أو العصماء في القدم. يقصد كعبا. يقصد كعبا أو قالوا يقصد البوصيري. مديحه لك حب صادق وهوى، وصادق الحب يملي صادق الكلم. الله. والله يشهد أني لا أعارضه، من ذا يعارض صوب العارض العارم؟ وإنما أنا بعض الغابطين، ومن يغبط وليك لا يذمم ولا يلم. الله الله، ما أجملك يا أبو معاوية في هذه الاستحضارات العذبة واللطائف العالية جدا. الآن لابد من قصيدة جديدة من قصائد دكتور أنس إدغيم، ماذا ستقرأ؟ وشيتها ذهبا وراق الماء في كأسها، فتسابق الندماء. القاصرات الطرف من خفر لها ديم، وأنت لمائهن إناء. الله. يهمسن بالمعنى ويمسك بعضها خجلا، فلا ألف يرى أو باء. يا ماء بدر لو لمست قصائدي، سقيا لزهر قصائدي يا ماء. آنست نارك فالتمس لخواطري قبسا يضيء القلب يا سيناء. تربت يداي إذا حرمتك شافعا، ومنعت حوضك أيها السقاء. يا أيها المكتوب في أعماقنا، أنت الكتاب وكلنا قراء. إي ابن عبد الله، إي ابن عبد ما الله. بلغ الهوى منك الذي يرجو ولا الشعراء. كم غادر الشعراء من نظم، وكم راحوا على طرق البيان وجاءوا. وتظل في كل القلوب محمدا، الصمت فيكم والكلام سواء. صلني فوا فقري إذا لم ترضى عن وصلي، وترضى القبة الخضراء. وإذا قريش لم تسعك بيوتها، فالشعب قلبي والفدى الأحشاء. يا أم معبد ليت قلبي خيمة، لتدوسه بنعالها النزلاء. يا الله. يا سيدا ومحمدا، يا فوق أن ترقى إليك الأعين العمياء. هم حاولوك فلم ينالوا وانتهوا، وسموت حتى لا ترى فاستاءوا. لم يعرفوا قدر النبوة فارتقوا عبثا لكي يصلوا إليك، فباءوا وتسلقوا سور الجمال، فأتبعوا بشهاب صدق من يديك، فساءوا لتظل في خلد الزمان محمدا مهما جنته رسومهم وأساءوا. الله. هم حاربوك فأنت أول ضوئنا، ليموت في أفق الشعوب ضياء. هم حاصرونا فاستفاقت غزة في كل قلب، واستجد لواء. ولكي يظل الدين هانت أنفس، وتوسدت هذا التراب دماء. فنموت ألفا كي تعيش عقيدة، ونهد ألفا كي يتم بناء. فنموت ألفا كي تعيش عقيدة، ونهد ألفا كي يتم بناء. فليحبسوا صوتا سيوقظ ليلهم من صبح أرض الرافدين قباء. فليحبسوا صوتا سيوقظ ليلهم من صبح أرض الرافدين قباء. وليشعلوا نارا وليشعلوا حربا سيطفئ نارها حاميم. والأنفال والإسراء، وستعلن الدنيا قيادتنا، فلا نامت عيون أهلها جبناء. الله. إن شئت سل عنا تجبك الصين عن أخبارنا، وتردد الحمراء. سل أي بحر ما له من روحنا نجم، ونجم ما له لألاء. نسقي الورود الظامئات بطيبنا، فمن العيون الباكيات الماء. فإذا لبسنا للحروب دروعنا، فمن الدماء المسك والعرفاء.
طافت على وجه الثرى حملاتنا، فلهديها في العالمين رخاء، فخيولنا فسيوفنا حمراء من وهج الهدى، وقلوبنا من وهجه بيضاء. فسيوفنا مجددا حمراء من وهج الهدى، وقلوبنا من وهجه بيضاء. في بيعة الرضوان كان لقاؤنا، وعلى تخوم الروم كان لقاء. فرجالنا عند المعارك عامر، ونساؤنا عند اللقاء خنساء. وقوافل الخيل الأصائل حوم، عمر على صهواتها وبراء. إن يحمد القوم السرى في صبحهم، فلخالد عند الصباح بلاء. الله. فسطاط عمر في صحائف حسننا، ويمام مصر كله شهداء. من كان في هذا الوجود محمدا أو منه، فالدنيا له دهماء. الله. مولاي، ذكر الخالدين مفازة ترجى، ووصلك للقلوب رجاء. الباقيات الصالحات وما حوت، من غير حبك ما لهن بقاء. الباقيات الصالحات وما حوت، من غير حبك ما لهن بقاء. فعليك من ديم الصلاة هواطل مزن، ومن ديم السلام رواء. ولك الرواء دنيا وآخرة. الآن لابد من استراحة. مشاهدينا الكرام، قبل أن نواصل نخرج إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذه الحلقة من بيت القصيد والمخصصة في حب رسول الله. حيا الله دكتور أنس دغيم مجددا. وقبل أن نذهب إلى الشعر، لابد من وقفة مع سؤال مختلف. يعني ربما يكون باب مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم واسعا، لكن هناك مخاوف من الاجترار والتكرار، وقد يقع به كثيرون. باعتقادك، ما الحل من أجل يعني تخليق كل ما هو جديد في هذا الموضوع الذي يكثر الكتابة فيه أو تكثر؟ طبعا هنا لابد أن نشير إلى أن كلامنا يختص بالشعراء أو بخصوص الشعراء. نعم. وليس النظام. نعم. فالنظام يأتون ليسردوا السيرة النبوية، وقد سردها كثيرون شعرا. نعم. صحيح. ولكن نريد الشعر الذي يحلق بالسامع، يأخذ بيده إلى فضاءات من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يعني لا تتأتى لأي شاعر الحقيقة. ولكن حتى لا يقع الشعراء في التكرار، فعليهم أن يقتنصوا مواقف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبتعدوا عن السرد ما أمكن. فالسرد موجود في كتب السيرة، والسرد موجود في قصائد مطولة كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدف سرد السيرة النبوية. نعم. كمواقف. على الشعراء أن يبتعدوا عن هذه السردية، وأن يأخذوا لطائف من السيرة النبوية، وأن يلمحوا وأن يشيروا، يعني يلمحوا تلميحات إلى السيرة النبوية. مثلا قرأت عليكم منذ قليل درويش على باب السلام. نعم. ربما أكون أنا من الذين كتبوا عن رسول الله، يعني أو يعني أكثر من الكتاب عن رسول الله، ولكن أحاول في كل قصيدة أن يكون لها جانب. نعم. فمثلا القصيدة التي قرأتها الآن هي قصيدة تمتد إلى مدح أمة رسول الله ورجال رسول الله. صحيح. من بعده أيضا. صحيح. ولكن درويش على باب السلام أردتها عندما تصورت أنني أزور رسول الله،
وأنني أدخل من باب السلام. أحسنت. بهذه ابتعدت عن السردية. نعم. وأضعت جانبا، أضعت جانبا كان قد أضاءني من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حياته، ولكن باعتبار أنني أنا من جئت إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أصف مشاعري حينها، وبهذا قد أكون نأيت بنفسي عن أن أقع في التكرار. أضأت جانبا حين قد أضاءني، أعجبني هذا التأدب بالوصف. ما شاء الله عليك يا دكتور أنس. قمر من جهة هاشم، هل تحفظها أو هل تحفظها؟ لا والله للأسف لم أقرأها. نعم. طيب إذا أردنا قصيدة جديدة في ذات الموضوع وهو حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أقرأ مقطوعة بسيطة لك ذلك، تفضل. أنا دائما أقول لرسول الله معتذرا، يعني أقول أحبك يا رسول الله، حبي لا دليل علي سوى أني إذا همسوا بحرف الميم طرت إلي. الله. أقول يجيء حرف الحاء محمولا على شفتي، فلاسمك سحره اليام سكرت وغبت بين يدي. وهذه مقطوعة إلى رسول الله. وشالي عن معانيها حراء، ونم بحسنها عسل وماء. إذا ضحكت رأيت النور يجري كأن الشمس من زيت تضاء. وما ضمنتها قلبا ولكن زجاجات القلوب لها إناء. يا الله. وأطيب عندنا من كل طيب عفت ذات الأصابع فالجواء. أحبك كل يوم من جديد أحب، فمن يعيد الببغاء. ولا يسطو على شعري نشاز فأخجل، إنما يسطو الحياء. يا الله، عظيم. لك العتبى وأكثر يا حبيبي، وأنت محمد مهما أساء. يريدون السماء وهم صغار صغار، والنجوم الأنبياء. فحسبي منك ما كتبت يميني، وحسب الشعر هذا الكبرياء. فحسبي منك ما كتبت يميني، وحسب الشعر هذا الكبرياء. أنعم به من كبرياء في مثل هذا الموضع يكون محببا وحميدا. يعني أكثر ما يقلق أنس دغين بشكل شخصي حين يتشكل في داخله مشروع قصيدة مديح جديدة في حب النبي عليه الصلاة والسلام، ما المشاعر التي تفرض نفسها عليك في مثل هذه الحالة؟ ربما أشرت لهذا في بداية هذه الحلقة. تفضل. أنك تريد الدخول إلى حضرة المديح النبوي، فأنت أمام هالة عظيمة. نعم. أمام هيبة المكان والزمان. لا شك. أينما كنت عندما تريد أن تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت في موضع لن يكون كأي موضع عندما تريد أن تمدح أي ممدوح آخر. الله. أنت يجب أن تجمع أقطار قلبك لتدخل إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكتب عنه. وما أصعب المطلع عندما تريد أن تكتب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة. فأنت أمام إنسان هو كل الإنسانية، أمام نبي هو خاتم الأنبياء، أمام إنسان عظيم، يعني أعطى للحياة حلاوتها وجمالها وزينتها. فبالتأكيد لن تكون يعني كما تكون عندما تمدح إنسانا آخر أو شخصية أو رمزا آخر. أحسنت. يعني كثيرة هي اللطائف والمواقف والشعراء أيضا الذين كتبوا في حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبدو أنه من باب الوفاء علينا أن نعرج على شيء من سيرة الشاعر الهندي الكبير محمد إقبال رحمة الله عليه. وأنا أعلم أنك سميت أحد أبنائك بمحمد. نعم. إقبال، تيمنا بسيرة هذا الشاعر ووفاء له. يعني وقفة مع هذا الشاعر ومشاعره تجاه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كما قلنا محمد إقبال هندي، ولد في سيالكوت من الهند. نعم. ولكن ولد لأسرة مسلمة. صحيح. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب العرب وأحب الإسلام. نعم. فمدح رسول الله ومدح العرب.
لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا كيف أنه أراد أن ينتسب إلى رسول الله عندما قال: أنا أعجمي الدني لكن خمرتي صنع الحجاز وكرمها الفيناني. عظيم. إن كان لينا نغم الهنود ولحنهم لكن هذا الصوت من عدناني. وهو الذي ذهب إلى الغرب ودرس الدكتوراه هناك، ولكنه قال: دخلت نار الغرب وخرجت منها كما خرج إبراهيم من نار نمرود. الله. إن بريق الحضارة الغربية لم يعش بصري لأن عيناي اكتحلتا بأثمد أنوار المدينة المنورة. الله. لا تعجبوا مني إذا كنت كذلك، فأنا من أتباع ذلك الرجل العظيم الذي ثار في أثر نعله الغبار فصار أعبق من العبير، وتشرفت بوطأته الحصباء فصارت أعلى قدرا من النجوم. كان يقول: يا رأس مال البائسين ويا منار الحائرين، ادعوا الإله يهب لأمتك الشجاعة واليقين، ويعيذهم من شر خوف الموت من قبل الممات. الخوف يفني البائسين وهم على قيد الحياة. يا من هدمت اللات والعزى وحررت الحرم وبنيت أعلى أمة تهدي بسيرتها الأمم. ذكر الإله ويقظة الوجدان في إنس وجان، من فيض روحك يا صلاة الصبح يا صوت الأذان. إن كان عمري قد بدا خلوا من المحصول جدبا، ما زلت أملك مضغة يدعونها في الحب قلبا. أخفيته لأكون فردا في هواك وفي رضاك، وعليه خاتم حبك الغالي فليس به سواك. وعلى فراش الموت كان يقول: يا رسولا بك للناس مفاز، كل ما أرجوه موتي في الحجاز. الله الله الله، أحسنت دكتور أنس في هذه الاستحضارات وهذه الشواهد واللطائف التي جئت على ذكرها، والقصائد التي يعني ألقيتها في هذه الحلقة. على غير العادة سأختم بسؤال لكنه قد يكون عجيبا، هو سؤال مباشر لكن قد يبدو أيضا صعبا. قد يسألك سائل: كتبت الكثير في حب ويعني وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم ومديح النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي تريده من وراء كل هذه الكتابة؟ ما الهدف المرجو، الهدف الأسمى؟ بكل صراحة، انتسابي إلى رسول الله وبرهنة هذه المحبة التي هي في قلبي، لا أريد أكثر من ذلك. الله سبحانه وتعالى كان يقول لنا كيف يجب أن نقدم بين يدي رسول الله الصدقة، هذه صدقتي. إذن هذه صدقتك بين يدي رسول الله. نعم. طمعا بشيء ما؟ بمحبتي فقط ورضا. أسأل الله أن تنال محبته ومحبة نبيه. يعني مر الوقت سريعا ولا أعلم كيف انقضى الوقت للأمانة دكتور أنس، لكن مثل هذه الموضوعات الشيقة يعني تستحق منا أن نفرد لها مساحات واسعة. وأنا أعدك وأعد السادة المشاهدين بحلقة أخرى من خلالها نأتي على فضل الصحابة الكرام وإطلالة على العديد من النماذج المشرفة من تراثنا الموفور الحظ والذي ينبغي أن نفخر به كل الفخر بإذن الله، وستكون في أقرب فرصة. سعدنا بك للأمانة دكتور أنس دغيم، كانت حلقة جدا غنية بكل مفيد وجديد أيضا. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد والتي خصصناها للمديح النبوي والقصائد المحمدية العطرة، وجئنا على سرد الكثير من المواقف من خلال شاعرنا دكتور أنس الدغيم، الذي نعدكم بإذن الله في أقرب فرصة سنكون وإياه على وقفة جديدة ومشاهد لا تنسى من تاريخنا الإسلامي، ويعني ينبغي علينا أن نقف عندها وقوف المعتزين والمفتخرين. وحتى ذلك الحين لكم منا دائما كل التحايا الطيبة. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شعر آخر. دائما كونوا في أمان الله. شكراً.